أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم أن الله عز وجل فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات. أنا اللي أقوله، أنا اللي ذكرته، ولا الله اللي ذكره؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: والعرش أعلى المخلوقات، ثم الكرسي، ثم البحر، ثم السماء. أين؟ فهل البحر المذكور المقصود به بحر الدنيا أم أنه بحر آخر؟ لا، بحر فوق السماوات وتحت الكرسي، بحر آخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الترتيب بالنسبة للعرش؟ قال تعالى: وكان عرشه على الماء. نعم.